بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، حياكم الله أعزائي المشاهدين في برنامجكم من وحي القرآن، وحديثنا معكم عن سلامة اللسان في القرآن الكريم وحقيقة هذا الأمر والموضوع من أهم المواضيع، لأن أكثر ما يدخل الناس النار هو اللسان. لذلك اهتم به القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتبان أعمالك، خصوصا الأقوال. لذلك قال: ما يلفظ من قول، ما قال من عمل، إنما هو اللسان الذي يكون سببا لدخول الإنسان الجنة أو النار. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة لسان، وكذلك الكفر يكون أحيانا بكلمة، كما قال الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن العاقل الحكيم الذي يجعل كلامه من وراء عقله ولا يسرع بألفاظه تحسبا أن الكلمة إذا خرجت إما تكتب لك أو عليك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تعاملك مع الآخرين ماذا قال الله؟ قال: وقولوا للناس حسنا. إذن هذا اللسان اهتم القرآن به، وأن الإنسان إذا صان لسانه كان في أمان في تعامله مع الله ومع الناس. وإذا أطلقت الكلمة ربما تفسد دين الإنسان وهو لا يبالي ولا يشعر، وكذلك ربما يموت بسببها، كما قيل: يموت الفتى من عثرة بلسانه ولا يموت من عثرة الرجل. ربما يتعثر بالرجل لكن ما يصير في شيء، لكن كلمة يلقيها ربما يقتل بسببها. لذلك خطورة اللسان أعظم على الإنسان من غيره. الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على ألفاظنا وعلى كلامنا، والإنسان الذي يكون ثرثارا هذا وصف أهل النار والعياذ بالله، الثرثارون. أما أهل الصمت فهذا هو الذي ينجو، يقول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وقال: رب كلمة يلقيها ابن آدم لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني 70 سنة كلمة. ورب كلمة يقول عليه الصلاة والسلام يلقيها ابن آدم من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. انظر إلى أهمية اللسان والكلام في عمل الإنسان وفي حياته وتعامله مع الآخرين. كذلك الناس ربما يحترمونك بسبب كلامك، أو ربما تقع وتسقط من أعينهم بسبب كلامك. فالكلام ميزان في التعامل، ميزان في الاحترام، ميزان في كسب القلوب، والكلمة الطيبة صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. فيحذر الإنسان فلتات اللسان التي ربما تمحق عليه حسناته ولا يشعر، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب كلمة يلقيها ابن آدم لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟
ابقوا معنا أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ونواصل الحديث عن سلامة اللسان في القرآن. الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على ألفاظنا وكلماتنا، فهذا الكلام لابد أن يضعه الإنسان في ميزان حسناته، بماذا يتكلم وماذا يقول، وأن هذا الكلام له اعتبارات ومآلات، وأنه يوم القيامة هذا الكلام إما يكون لك أو عليك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا الكلام وهذا اللسان من صانه صانه، وإذا أطلق الإنسان للسانه العنان فربما يخسر كثيرا من العلاقات، ربما يكذب أو يسب أو يغتاب فيخسر دينه ويخسر علاقات الآخرين. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب أشد التحذير حتى في المزاح، قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له، ويل له، ويل. هذا دليل على شدة العذاب، حتى عد العلماء أن الكذب المزاح فضلا عن الجد من كبائر الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله السلامة والعافية. أما الإنسان الذي يصدق، وقد ملأ الله عز وجل القرآن بالصدق وحب الصدق، لماذا؟ لأن الصدق طمأنينة ومنجاة كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ومرتبة الصديقين الذين يصدقون بكلامهم وألسنتهم بعد مرتبة النبيين أعلى من مرتبة الشهداء والصالحين، لذلك الله عز وجل رتب هؤلاء فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والإنسان إذا أطلق للسانه العنان فسيقرض في أعراض الناس، لذلك الله قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لو أن لكل واحد منا يحاسب نفسه على كلماته كما يحاسب في ماله ودرهمه مع من يتعامل لكف لسانه عن كثير من الكلام والخوض فيه، خصوصا الغيبة التي تساهل بها كثير من الرجال والنساء في المجالس ومع الآخرين وفي الاتصالات، يغتاب فلانا وهذه تغتاب فلانة، كأنهم يتفكهون بأعراض الناس والطعن فيهم والعياذ بالله. وهذا والله كبير من كبائر الذنوب، بسبب هذه الكلمة قد يهلك صاحبها. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج رأى أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، يعني يغتابون المؤمنين. كذلك قضية السخرية باللسان، هذا أمر تساهل فيه من كثير من الناس من الرجال والنساء، والله قال: لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء
عسى يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم، سماها كنفسك أنت، إن لمسته لمست نفسك، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لذلك اهتم القرآن باللسان لأهميته، لأنه إما يرفع الإنسان في أعلى عليين أو يرديه في أسفل السافلين، نسأل الله العافية، وأن يحفظ لنا ألسنتنا من الزلل، وأن يصلح نياتنا وأقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا. وبهذا أعزائي المشاهدين أتينا على ختام حلقتنا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.